العربية بحرين وكلهم وأنتم بخير، رمضان مبارك عليكم. راح اليوم نتكلم عن دوكاتي كافي ريسر 2020. راح نتكلم عن في بعض الاكسسوارز اللي نزل فيها وشنو التغييرات بين قبل وبين الحاضر. راح أرويكم اللي نزل الإي دي سيجنال، جميل جدا، أحط هنا في الوجه على أساس يبين كامل، وصار تطريز. شوفوا التطريز هنا على السيت كامل، السيت كامل كاستوم، تقدر تشيل القطعة ورحت باسنجر يقدر يقعد وياك. تطريز وايد جميل، وايد حلو، صار ماتش الألوان مع بعض. وعندك إكزوز ترميجنوني ستايل شيب، تقدرون راح تبدلون بس هاي، تقدرون تخلون ترميجنوني في نفس الشيب. وراح أرويكم قدام ويل الأمامي، راح يكون 17 نفس الشيء، بس مسوينا شوية أعراض على أساس تكون أنت تأخذ راحتك في مشي وايد، ومشي وايد يكون كومفورتبل على هاي الويل المغيرينه. وهني فوق عندكم راح أرويكم الكليب أونز، مسوينا القاعدة حق كوفي ريسر ستايل، مسوينا طريقة المشي وايد يكون قريب لسوبر سبورت. وبعد عندكم الكلتش وبريك ماستر سلندر بريمبو،